جاية بكذا. هو غلام شكوري ذي هو صديق مقرب لمسلمان طبعا. نعم. غلام شكوري كان متواجد في لبنان أيام زيارة مشيمع. مشيمع لما جي لبنان لم يقابل حسن نصر الله بل قابل قاسم نعيم وقابل غلام شكوري، لأن غلام شكوري هو كذلك مهندس العمليات العسكرية والاغتيالات في الحرس الثوري. في الحرس الثوري. ده موضوع كبير بقى دكتور. كبير جدا. فهو قابل شكوري وقابل قاسم نعيم. بس في نقطة واحدة أوضحها لك، اللبنانيين لا يثقون بحسن مشيمع ويعتبرونه جاسوس مزدوج. لمين بقى؟ لمشيمع. هم لا يعني جاسوس لمين ولمين؟ يعني خلاص مفهوم انه هو جاسوس ليهم، لمين تاني؟ مزدوج للبحرين او لامريكا ولا يعني ايا كان. هو جاسوس مزدوج. يعني ما فيش الثقة الكاملة. ليس هناك ثقة في عند اللبنانيين لمشيمع. مشيمع صيته طالع في لندن. لان الجماعة الموجودة في لندن هناك في ثقة عمياء لمشيمع. اما في لبنان هو يعتبر جاسوس مزدوج. ثقة مهزوزة. ماذا دار من حديث بينهم؟ هذه لا اعرف. طيب يبقى اذا مشيمع قابل شكوري، ايه الغرض كان من المقابله؟ التخوف اللي انت عايز تقوله، ايه الشاهد من الكلام ده؟ شكوري هذه رجل عسكري. يعني يتبع الجناح العسكري لحزب الله في البحرين. له اياري. لربما او من المؤكد ان في ترتيب معين لحملة عسكرية، انا ما اقدر اكدها الحين. لكن في شيء افكار مبدئيه، في شيء بقول لك اياه. غلام شكوري له ابن عم او شقيق اسمه عباس شكوري. عباس شكوري كان على ايامنا في عام 92 على ما اعتقد قام بالتخطيط لنسف مصنع تكرير في البحرين مع ثلاثة بحرين، واحد اسمه احمد ميرزا والثاني اسمه نبيل غنبر والثالث لا اتذكر اسمه. وضعوا الخطه وجابوا المتفجرات وحددوا اليوم وانكشفت قبل التنفيذ باربع ايام. نبيل غنبر واحمد ميرزا. احمد ميرزا يحمل الهويه الايرانيه. ابو ميرزا ده باسمه عايش في البحرين. ليس لديه جواز بس يحمل الجنسيه الهويه الايرانيه. قبل اربع ايام تم اكتشافنا العمليه. ويوم الاكتشاف هرب عباس شكوري، كان غائم بالاعمال للسفاره الايرانيه في البحرين، هرب الى طهران. ده امتى؟ ولا امتى الكلام ده؟ هاي العام 92. 92 نعم. فهذه العائله في احداث 92 هذه العائله متورطه بالحرس الثوري، فهذه تاريخ العائله. الشيعه ينقسمون او كانوا ينقسمون الى قسمين، اصوليين واخباريين. نعم. الاصوليين معروفين يمتد بالتطرف. الاخباريين انهم لا يخلطوا بين الدوله والدين، وهؤلاء اصبحت قاعدتهم الشعبيه ضعيفه جدا. يعني لا تستطيع الحكومه او اي جهه رسميه الاعتماد على هذه القاعده بتفعيل اي امر سلمي للتعايش بيننا او بين الحكومه وبين هذه الاحزاب، لان القاعده الشعبيه ضعيفه لانها هي فقدت شعبيتها. والاخباريين موجودين معروفين امثال الشيخ احمد خلاط العصفور امثال الشيوخ، ليست لهم الشعبيه او القاعده الشعبيه الكافيه لتمرير اي برنامج او اي عمليه إصلاحية في البلد، لأن هدفهم ليس الإصلاح. ونحن سمعنا عبد الأمير الجمري يقول لصاحبه في السجن، نحن بهذه الكلمة لا نريد البرلمان بل نريد، وأكد تحت خط أحمر، نريد الدولة الشيعية. نريد الدولة الشيعية بهذا النص نريد الدولة الشيعية، يعني تتكلم. نعم. ويترجم أوامر صاحبه الذي جلس معه في الحوزة النجف.
ان اعداء الاسلام يا جماعه، اعداء الاسلام يرتجفون ويخافون ويرعبون من شيء واحد اسمه الاسلام. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. لان تطبيق الشريعه الاسلاميه هو الحل، وقلتها في عده ندوات وبقولها اليوم. لان الشريعه تعدل ولا تظلم، وترفع الظلم والقهر عن المستضعفين، وتطبق شرع الله. ليست هذه الاحكام او القوانين اللي وضعها البشر هي الحل، بل شرع الله هو الحل. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. الناس تقول طب القانون، احنا ما نبي قانون، نبي شرع الله. لان القانون لاجراءات، ولاجراءات تجر وتجر وتجر وتسيس القضاء على كيفك. شرع الله واحد، كتاب واحد، رسول واحد، مؤمنين وصالحين. لكن مع الأسف لازم نعيش، أو يبون نعيش أذلاء، لكن لن نكون أذلاء بل كرماء مرفوع الرأس.